منورنا النهارده يا فندم، واهلا بحضرتك ونورتنا. محاضره النهارده بعنوان انترستيشال لانج ديزيز. السلام عليكم جميعا، ان شاء الله سنه سعيده على الجميع باذن الله. ربنا يحفظ بلادنا. النهارده هنتكلم على الايديوباثيك لانج ديزيز، الايديوباثيك انترستيشال لانج ديزيز. موضوع الانترستيشال لانج ديزيز كان بيمثل معظم الناس عقده او منطقه كده مظلمه فيها حاجات عايزه تتفصل. أنا سميت المحاضرة Idiopathic Interstitial Lung Disease and Tying the Knot. حاول مع بعض نفك العقدة دي واحدة واحدة ونشوف إزاي نوصل لديجنوز في الحالات الشاذة اللي فيها Interstitial Lung Findings بطريقة منظمة وسهلة. الشاذة Diseases عامة can be classified radiologically the three main categories. طبعا كل واحد بيقسم اللنج ديزيز في الكتب او كده بطريقه مختلفه، حتى كتب الاشعه غير كتب السبيرولوجي غير كتب الجراحه، ولكن الاعم احنا ممكن نقسم الشست ديزيز انتو اير واي ديزيز اللي هي تحتمل كل الديزيز اللي تاثر في الاير وايز من ضمنها او على راسها اللنج كانسر. الاير سبيس ديزيز، ودي كل الديزيز اللي بتأثر في الاير سبيسز واي على رأسها الانفكشن. اي حاجة ما دون الانفكشن واللنج كانسر بتيجي تحت مظلة الانترستيشال لنج ديزيز. فالانترستيشال لنج ديزيز دي كاتيجوري حوالي 30% من الشيست ديزيزز، فبالتالي ده يعني جزء كبير جدا من الشيست ديزيزز لازم نكون احنا عندنا معلومات كافيه عنه، خاصه الوقت اللي احنا فيه ده كلنا شئنا ما بينا بنتعرض لكميه سي تي تشيست عنيفه في الشغل يوميا. فبالتالي لو انت بتشتغل سي تي تشيست 30 40 حاله في اليوم، انا اقول لك اكيد حاله او حالتين فيهم هتكون انترستيشال، فيها انترستيشال لانج فايندينجز، بس انت ممكن يو كانوت بيك ات اب اذا كنتش عندك معلومات كافيه عنها. interstitial lung diseases او في ناس بتسميها chronic lung diseases او diffuse lung diseases بيندرج تحتيها كذا حاجه، يعني بيندرج تحتيها inhalational diseases, occupational lung diseases, vasculitis، بس دول كلهم مش هنتكلم عنهم النهارده لان هما الى حد كبير قوي ستريت فورورد. لو انت لو قريتهم في اي سورس مش هيلاقي مشكله ان انت تفهمهم وتلاقي الفايندنجز اللي فيهم، ولكن يظل الجزء اللي هو فيه كومبلكستي اللي هي ايديوباثيك انترستيشال لانج ديزيز، ودول اللي هنتكلم عنهم النهارده وهنفرد لهم المحاضره بالكامل. الايديوباثيك انترستيشال لانج ديزيز دول مش راديولوجيكال ديزيز، دول تشينجز في اللانج كل واحده فيهم ليها هيستولوجيكال باترن. احنا ريتروجريد خدنا كل هيستولوجيكال باترن وطلعنا منه الراديولوجيكال فايندينج، فبالتالي الاسامي بتاعه الديزيز دي هي نفس اسامي الهيستولوجي بتاع اللنج تشينجز. فهنلاقي مثلا اليو اي بي اللي هو يوجوال انترستيشال نيمونيا، ده الهيستولوجيكال فايندينج اللي تحت الميكروسكوب بيشوفها دكتور الباثولوجي، وهي نفس اسم الديزيز اللي احنا بنتكلم عنه في الاشعه. ال NSIP ده تفسير المسميات اللي هي غريبه بالنسبه لنا في الراديولوجي. ال NSIP اللي هو نان سبيسيفيك انترستيشال نيمونيا فيها نان سبيسيفيك فايندينج في الهيستولوجي، بس هيفضل اسمها كده بالنسبه للراديولوجيكال فايندينج، بس هي ليها راديولوجيكال فايندينج which is specific for the disease بالنسبه للاشعه، ولكن هي نان سبيسيفيك انترستيشال نيمونيا بالنسبه بتاع الباثولوجي. اورجانايزنج نيمونيا رقم 3، رقم 4 سموكينج ريليتد انترستيشال لانج ديزيز الار بي اي ال دي والدي اي بي اللي هو ديسكريميتيف انترستيشال نيمونيا واذرز. ال اي بي ليمفوسيتيك انترستيشال نيمونيا واكيوت انترستيشال نيمونيا، دي ار 6 باترز هنتكلم عليهم النهارده.
بس هنركز في كلامنا على اول اثنين او اول ثلاثه، لان اول اثنين هم يعتبروا 50-60% من interstitial lung diseases، الـ UIP والـ NSIP. organizing pneumonia بنشوفها كتير ولكن بنسبة أقل. smoking related محتاج ان انت تكون شغال chest death عشان تقدر تشوفها، لان هي it's not that common. LIP و IAP they are very rare والfindings فيهم فعلا non-specific، فبالتالي يعني هيتكلم عليهم بسرعة جدا في one slide أو two slides في آخر المحاضرة. نبدأ نقول بسم الله ونتكلم على الـ UIP. بس قبل ما أبدأ أتكلم على الـ interstitial lung diseases، في several misconceptions around them، في معتقدات غلط منتشرة على الـ diseases دي، من ضمنها إن هم كلهم شبه بعض، they are all look similar. حاجة تانية ان كلهم بيتعالجوا بنفس العلاج، فانا ليه اوجع قلبي وافضل اعرف ده كذا وده كذا، طبعا كلهم هياخدوا كورتيزون ويخف. ده the second misconception. المسكونسبشن اللي بعد كده هو انا اصلا كدكتور اشعة يفرق معايا ان انا اعرفهم، انا فرق بينهم، انا دوري مهم يعني في الموضوع ده عشان اعرفهم. رابع حاجة، انا لو كتبت interstitial lung pattern بس هل ده يدور العيان في حاجة؟ أو لو أنا كتبت UIP مكان NSIP ده هيدور العيان في حاجة؟ ما كلهم زي بعض أو كلهم ليهم نفس التريتمنت. هنرد بسرعة جدا على المسكونسبشن واحدة one by one. أول حاجة، كلهم شبه بعض؟ لا طبعا. أول ما تعلمنا الأشعة في سنة أولى رحنا بنعمل الفيرست بتاع الماجستير، كانوا بيقولوا لنا الانترستيشن دي عبارة عن خطوط خطوط، دوائر دوائر، نقط نقط. أنا فاكر الجملة دي، وهم قصدهم الخطوط خطوط اللي هي الريتيكولار باترن، دوائر دوائر اللي هي السيستيك باترن، ونقط نقط اللي هو النودولار باترن. وممكن يقول لك في ساعات يكون في خطوط مع نقط يبقى ريتيكولار نودولار باترن. اوكي، انت قسمت الانترستيشال لانج ديزيز على حسب الابييرنس بتاعهم مش على حسب الديزيز. انا اوكي ممكن اسمح بكده في مرحله الابتدائيه لو انت لسه بتعلم اشعه، ولكن لازم ناخد سكند ستيب ان احنا نعرف نفرق ما بين interstitial lung diseases. ما ينفعش نقف عند كده وخلاص، لان each histological pattern has a different radiological appearance. وفي الاخر هم at the end of the disease بيحصل fibrosis، ممكن يحصل overlap ما بين الصورة، كلهم ممكن يدوا نفس الصورة في الاخر، بس ده at the end stage of the disease. ولكن في بداية الديزيز كل واحدة يبقى ليها، المفروض يبقى ليها different radiological appearance. في أوقات العيان نفسه بيكون عنده a mix of two interstitial lung diseases. يعني ممكن ساعات في الباثولوجي بعد ما العيان ياخد open biopsy يجي ان هو عنده organizing pneumonia ويجي interstitial pneumonia في نفس العيان، بس ده is not common. It's not common. كل هما مش similar، لا هما different، بيكونوا similar at the end stage بس مش برضو مش في كل الحالات. ازاي اعرف افرق ما بينهم؟ ان انا ابص retrograde على retrospect على الفحوصات القديمة، هلاقي اعرف افرق ما بين ال UIP وال NSIP او organizing pneumonia. تاني misconception ان هما كلهم ليهم نفس التريتمنت، لا this is completely wrong. فحاجة زي ال most common disease ال UIP ما بتعالجش بالكورتيكوستيرويد، ليه علاجات تانية غالية جدا. ما بين ما إنما ال NSIP وال organizing pneumonia بيتعالجوا بالكورتيكوستيرويد. فبالتالي الخطورة هنا إن لو تعيان UIP وعملتلوش diagnosis هيوصل للفايبروزز من غير ما ياخد علاج. العيال ال NSIP أو organizing pneumonia ما عملتلوش diagnosis ممكن ما ياخدش، وهنشوف أجيب لكم حالات حصل فيها المشكلة دي كإكزامبل. فبالتالي كل ديزيز من دول ليه شكل مختلف، وكل ديزيز من دول ليه تريتمنت مختلف. طب انا كدكتور اشعه، ثالث مسكونسبشن، انا ليا دور؟ انا حاسس ان دوري مش مهم. يعني العيان بيروح للدكتور الاسبيرولوجي بيعمل له كلينيكال اسسمنت بيكشف عليه، وبعد كده بيحوله لللاب بتاعهم يعملوا سبايرومتري، فخلاص بيوصل للدايجنوزز. انا مش مهم. انا عايز اقول لك لا، دكتور اشعه في الانترستيشال لانج ديزيز تحديدا دوره رئيسي ومحوري في الديفرينشال، لان
العيان سواء عنده organizing pneumonia أو NSIP non-specific interstitial pneumonia أو UIP clinically present نفس السيمتوم chronic disease, chronic cough, chronic dyspnea بيقوله عيان بيقوله 3 شهور 4 شهور بكح وعنده نهجان بيروح للدكتور بيسمع صدره بيلاقي عنده crackles بيسأله بقى بيزال يسأله هل هو مدخن ممكن يقول له لا طب انت عندك history exposure لinhalation lung disease يقول له لا يبدأ يستبعد الحاجات يبدأ يفكر في interstitial lung diseases بيعمل spirometry كل interstitial lung disease بتعمل restrictive pattern spirometry يدي obstructive pattern يا restrictive pattern كلهم بياخدوا كل interstitial lung disease بتدي restrictive pattern طب الدكتور بيعرف هيعرف انهي disease دكتور أشعة هو الوحيد اللي يقدر يقول لأنه في الآخر دكتور أشعة مهمته تحديد أنهي disease من دول هو العيان فيه وتحديد كمان مكان البيوبسي لو الصورة مش واضحة قوي في الأشعة العيان بيروح ياخد open lung biopsy ده غير البيوبسي اللي احنا ناخدها في lung تحت CT العيان بيخش عمليات cardiothoracic ويفتحوا صدره وياخدوا جزء من اللنج تحديد المكان اللي بياخده منه ده دكتور أشعة هو اللي بياخده المكان اللي بياخده منه بياخده 1 سنتي أو 2 سنتيمتر من اللنج تيشو بس دكتور أشعة يقدر يشوف كل اللنج بارينكيما الأفكتد ويقول الديزيز ده ماشي مع أي باترن والإكستنت أوف ذا ديزيز عامل إزاي فدور دكتور أشعة مهم جدا في الـ ILD المسكونسبشن بيقول إن كلينيكال واللابراتوري ريزر لا الدكتور الأشعة مهم جدا لأن كل العيانين have the similar clinical presentation والرسبيرومتري rule is limited in the diagnosis فبالتالي مش هبعت كل العيانين يعملوا open lung biopsy الدكتور CT is the only non-invasive modality that has the ability to differentiate between a different type of interstitial lung diseases with the only modality that can assess the location, distribution, and severity of the disease. وطبعا essential for follow-up بعد كده. فبالتالي دكتور أشعة دور رئيسي في الحالات دي. طب أنا لو جال عيان وشفت عنده خطوط ودوائر أكتب له يا عم كل العيانين أكتب لهم idiopathic pulmonary fibrosis ورايح نفسي أو أكتب كلمة fibrosis ورايح نفسي. الله العيان طلع عنده اوكي ما طلعش عنده خلاص اوفر كولينج اوف انترستيشال لانج ديزيز او الانترستيشال او ايديباتيك بلمونري فيبروزز از فيري دينجرس ليه لان الديزيز ده الايديباتيك بلمونري فيبروزز انت بتقول للعيان انت عندك كانسر لو انت كتبت في تقريرك ان الصوره دي العيان ده عنده ايديباتيك بلمونري فيبروزز وهنتفق مع بعض ان ما نكتبش الكلام ده في الريبورت بتاع الاشعه ما ينفعش ريبورت اشعه كتب فيه اي بي اف اكنك بتقول للعيان ده انت عندك لانج كانسر لان السرفايفل ريت بتاع الاي بي اف از 3 ييرز اكنك بتقول له انت خلاص ايامك في الحياه معدوده ده غير ان التريتمنت بتاعه از فيري فيري اكسبنسيف لدرجه ان شركات التامين في كندا لو عيان شخص اي بي اف ما بتصرفش العلاج اللي هو الفايبرينوليتيك ايجنتس الا لو ما ترجع للاستشاري واكبر استشاري تشست في المستشفى اللي بعته استشاري تشست راديولوجيست تو كونسلتنت تشست راديولوجيست بفورم معينه ان هم يبصوا على الاشعه بتاعت عيان تاني وابروف ان العيان ده فعلا عنده انترستيشال بالمونري فايبروزز عشان يبداوا يصرفوا له التريتمنت فبالتالي دونت اوفر كول interstitial lung diseases without being very confident. لو أنا ما عرفش GIP العيان هيحصل حاجة العيان هيلاف chance of early treatment وده مهم جدا في حالات interstitial lung diseases عامة وخاصة في IPF لأنه بيوقف progression of the disease لend stage lung disease ده غير أن لو أنا مش عارف interstitial lung diseases ممكن أقع في مشاكل كتيرة لأن organizing pneumonia many times can present as infectious pneumonia. وانا شخص عنده pneumonia بياخد antibiotics وهو عنده organizing pneumonia.
ده غير ان NSIP اللي هي بتبريزنت بالجراوند جلاس اوباسيتي ممكن اشخصها بكوفيد او اتلخبط بين كوفيد و NSIP. فبالتالي معرفتي بالانترستيشن لانج ديزيز مهمه قوي ان انا ما اكتشف عيان دايجنوز مش عنده وي دونت مس دايجنوز العيان. وثالث حاجه ان هي بتبقى ميميكلي اذر باثولوجي في اللانج. نبدا نتعرف عليهم على اللانج انترستيشن لانج ديزيز. انا جايب الصوره دي عشان انا ما اعرفش انتوا معايا الصوت واضح صح؟ الصوت واضح يا فندم مع حضرتك. طيب عايزكم تبصوا على الصوره بتاعه الاجسام دول. هما ثلاث صور. مهم انا جايب الصوره دي عشان اسيميوليت اللانج افكشن بال بالديفرنت بتوين رياكشن لل رد الفعل الرجل والمراه للديفرنت ستيمولاي. هو بالضبط زي اللانج. شايفين العريس هنا وهنا وهنا. هنا جاله جود نيوز وهنا جاله unexpected نيوز وهنا جاله باد نيوز. في التلاتة almost similar reaction. إنما العروسة عملت reaction مختلفة في كل حاجة. نفس القصة لو بصيت العروسة ممكن أو الست عامة لو جالها good news تعمل reaction ده ولو جالها good news تعمل reaction ده ولو جالها good news ممكن تعمل reaction ده. إيه علاقة الصورة دي باللانج ديزيزز؟ أنا عايز أقول إن اللانج ديزيزز فيها واخد حاجة من الراجل وحاجة من الست. إيه هي؟ اللانج ديزيزز عندها أو اللانج عامة عندها limited expressions زي الراجل بالضبط. يعني لو جالها different exposures بتreact similarly. هو ما عندهاش غير يا إما تعمل fibrosis يا إما تعمل ground glass يا إما تعمل consolidation. عاملة زي الرجل بالضبط. هو يا يفرح يا يحزن يعني limited مختلف جدا عن الست. فlung diseases عندها limited expressions. هما بالضبط هما ILDs. انما اللانج برضو واخده حاجه ثانيه من الست ان هي ممكن لنفس الستيمولس تعمل ديفرنت رياكشن زي العروسه هنا في الجود نيوز. كانت في اول صوره بتضحك, ثاني صوره كانت مستغربه, ثالث صوره كانت بتعيط وهو جود نيوز. زي اللانج ديزيزز يعني مثلا ديزيز زي روماتويد ارثرايتس. روماتويد ارثرايتس ممكن يعمل يو اي بي اللي هو يوجوال انترستيشال نيمونيا, ممكن يعمل NSIP, ممكن يعمل OP نفس الديزيز بس بصورة أكبر. يعني most common reaction lung rheumatoid arthritis هو ال UIP. غير مثلا ديزيز تاني زي scleroderma systemic sclerosis بيعمل برضو UIP NSIP و OP بس most commonly بيعمل NSIP. فدي two concepts عايز أوصلهم ان اللانج has limited reactions to different stimuli سواء كان connective tissue disease, smoke, infection, ما إلى ذلك زي الراجل. ولكن زي الست ممكن the same disease تعمل different stimuli. ده اللي هقوله في السلايد هنا ان اللانج has limited reactions بس ممكن same disease يعمل different radiological pattern. سريعا هنراجع على secondary pulmonary nodules. secondary pulmonary lobule دي هي ال basic structure lung ودي مهمة ان انا اقدر اعرف هي عبارة عن 1 سنتي او 2 سنتي في peripheral part of the lung ودي the smallest structure unit في lung. مهمة جدا اي حد يقرأ اشعة لازم يبقى عنده good anatomical background. centrally في arteriole و bronchiole و peripherally في veins و lymphatics. دي مهمة جدا عشان لما نيجي نقول centrolobular nodules نبقى عارفين ال differential بتاعها. ال chest x-ray has limited role في ال assessment بتاع interstitial lung disease حوالي 50% sensitivity. فبالتالي احنا بنعتمد على ال CT وطبعا ال high resolution CT. اوكي
نبدأ نقول أول واحدة اللي هو usual interstitial pneumonia. الايج بتاعها من 40 ل 70 غالبا تيجي فوق ال 50 years. ودي most common ILD. أول قاعدة فيها إن هي لازم تبدأ basal, عندها epicobasilar gradient. المش الديزيز هنفرق بالinterstitial lung diseases اللوكيشن رقم واحد هي basal. اليوجوال interstitial pneumonia بتبدأ basal, ممكن بفي تشينج في الابيكس بس to lesser extent. لازم معظم الديزيز يكون في اللور lung. العيان بيجي بكرونيك سيمتوم. اي عيان جاي باكيوت سيمتوم مش هينفع يبقى تحت الانترستيشال lung diseases. It's not responding to corticosteroids. We can benefit from fibrinolytic treatment. طب انا جايب الكلام ده ليه؟ عشان دي كتير قوي بيجي اسئلة في ال2A. طيب انا ازاي اشخص بقى, ابدا اجيب صور اشعة اخيرا, ازاي اشخص UIP pattern؟ دلوقتي كل الكتب او كل التشخيصات الجديدة من اول 2017 او 2018 لازم تقول في الدياجنوز بتاعك عندك definite UIP ولا عندك diseases inconsistent مع UIP ولا possible UIP. انا ما اقدرش اكتب definite UIP غير في وجود الهاني كومبينج. all four لازم يكون في four features موجوده. رقم واحد الهاني كومبينج. هاني كومبينج ده ما بيبقاش موجود غير في الميد ديزيز او في الليت ديزيز, بس انا حاطه رقم واحد لان هو الدياجنوستيك اليو الديفينيتي اي هاني كامبينج مع تراكشن فروم كايكتاسيس, ويكون سب بلورال ان لوكيشن والبيزل بريدومينانت زي ما اتفقنا. ممكن يكون اسوشيت مع ريتيكولار ابنورماليتي ان ذا ايميديت سب بلورال اريا. هشرح الكلام ده على الصور, اكيد هشرحه. ويكون معاهم ابسنس اوف اذر راديولوجيكال فايندينجز, تكون ما تجيش مع اليو اي بي. في سبعه فايندينجز لو لقيتهم العيان ده ما عندوش usual interstitial pneumonia. ممكن يكون معاه ground glass changes, ممكن يكون معاه كمان consolidation الى حد صغير, بس يكون dominant abnormality هي reticular pattern و honeycombing. في late stage بيحصل fibrosis و reduction للlung volume. طب ايه هي الفايندينجز اللي لو شفتها اقول العيان ده definitely ما عندوش UIP. اي واحده من السبعه اللي هشوفهم اللي هم ان يكون الديزيز predominantly في الابيكس او في الميد لانك والبيز از سبيرد, يبقى ده مش عيان يو اي بي. طيب بيري برونكيال او بيري برونكوفاسكولار predominance, التشينجز في السنتر اوف ذا لانك حوالين الهايلم حوالين البرونكاي مش في البريفري, يبقى العيان ده ديفينتلي مش يو اي بي. معنى ذلك ايه؟ ان انا لو شفت سيست مش في البريفري اوف ذا لانج حوالين البرونكاي ده مش يو اي بي ديفينيتلي. لو شفت اكستنسيف جراوند جلاس ابنورماليتي اكتر من التشينج بتاعت الفايبروزز او الريتيكولار ابنورماليتي يبقى العيان ده اكيد مش يو اي بي. لو في نوديولز كتير قوي ممكن اسمح بنوديولز 1 2 3 4, انما لو predominantly عباره عن nodules يبقى دي مش UIP. لو cysts away from the periphery يبقى مش UIP. لو في mosaic attenuation air trapping يبقى ده مش UIP. لو في consolidation in bronchopulmonary segments يبقى مش UIP. اي حاجه من دول بنكتب inconsistent with UIP. دي اول اشعه بعد حوالي نص ساعه من الاغلاقي. شايفين هنا changes of the lung تحت الكارينا يعني basal. شايفين change عامله ازاي؟ ده اسمه honeycombing. ليه قلت عليه honeycombing وانا definitely واثق؟ لان عباره عن cyst multi layers, على الاقل 1 2 3 4 layers of cyst لازقين في البلورا, ما فيش منهم ما بين البلورا اي spaces, وكل cyst دي ليها thick wall fibrosis معها traction from cactuses. This is definitely honeycombing UIP pattern. شايفين distribution لازم definitely لما انت بتقرا اشعه
لو ترى سي تي تشست ان انت تشوف الكرونال عشان تشوف الابيكو بيزل جريدينت. الديزيز هنا اكستنسيفلي مفيش لانج كلها هاني كامبينج وفوق مفيش اي حاجه. ده كلاسيك ابييرنس. الكلاسيك ابييرنس هنا كمان ان التشينج هنا شايفين لانج سيجمنت بوستيريو اللي هنا افكتد ازاي, وبعدين حته مينيمالي افكتد او مش افكتد, بعدين يجي انتيريلي يبقى برضو worse in disease تاني. ده كلاسيك في الـ UIP ان هو مش diffused affection, ان هو asymmetrical الشمال غير اليمين. كل ده changes ماشية كلاسيك مع الـ UIP. انا بقولش ان دي interstitial idiopathic pulmonary fibrosis, بقول UIP لان الـ UIP انا ما اقدرش كاتيجور اشعة اشخص idiopathic pulmonary fibrosis الا لو الكلينيشن قال لي انا ما عنديش كوزز تانية للي UIP, فانا شاكك العيان ده او العيان ده عمل كل الفحوصات فما عندوش اي حاجة, فالعيان ده متشخص كلينيكالي ان هو idiopathic pulmonary fibrosis وبنتابع. فبقى هقول له مثلا في حصل progression للديزيز او stable disease للانترستيشال idiopathic pulmonary fibrosis, انما انا كتقريري هكتب ان ده definite UIP pattern. وده تشخيص زي ما قلنا تقيل جدا, تقيل جدا للعيان. انا بقول له ان العيان ده هيخش في respiratory failure خلال سنتين ثلاثة. العيان ده لو عملش lung transplantation he's going to die. فبالتالي تشخيص الـ UIP عشان كده نقسمينه definite ولا possible ولا inconsistent. الكلام ده كلام بيحصل على أرض الواقع, كلام مهم وخلاص بقى روتين اللي في أي حتة بيتكتب. فأدي الكريتيريا بتاعت الـ UIP definite اللي هو رقم واحد الهاني كامبينج. الهاني كامبينج يكون مالتي لاير ويكون مش سيمتريكال على الناحيتين, ويكون على نفس الناحية برضو مش ديفيوز, يعني هنا وبعدين حتى مش افكتد بعد كده حتى افكتد وما إلى ذلك, ويكون ايبيكو بيزل جريدينت يعني في البيزل أكتر من الفوق, ويكون مع ريتيكولار ابنوماليتي سب بلورال ريتيكولار ابنوماليتي وتراكشن برونكيتس. كل الأربعة كريتيريا موجودة ومفيش معهم أي حاجة من كونسوليديشن ولا سنترال سيستيك سبيسز. ممكن يكون ألاقي حتى جراوند جلاس هنا مش هتفرق, إنما المين أبنوماليتي إز ديفيوز هاني كامبينج. ده عيان تاني نفس القصة الأسيمتري والهاني كامبينج المالتي لاير. طيب ايه هي الديزيزز اللي ممكن تسبب لي UIP pattern؟ انا عامل لهم كلمة رشيد مجمع الاسباب بتاعت الـ UIP pattern. الار هي روماتويد ارثرايتس والريديو ثيرابي. زي ما قلت الروماتويد ارثرايتس تعمل UIP, تعمل NSIP, تعمل اكتر الـ UIP. يبقى الار روماتويد ارثرايتس ريديو ثيرابي. الA asbestosis, الاسبستوزز ممكن at the end stage يعمل UIP pattern. systemic sclerosis في الS اللي هو scleroderma بس أكتر يدي NSIP من UIP. الH syndrome اسمه هيرمانسكي بودلاك syndrome وده rare بس أنا جايبه عشان خاطر بيتسأل ساعات في 2A. والhypersensitivity pneumonitis في chronic stage. الدي drug induced زي اميودارون drug, الاميودارون بيدي يعمل UIP pattern. وإف نو كوز لو عملنا كل التحاليل الروماتولوجي والكله free يبقى العيان ده بيشخص ان هو idiopathic pulmonary fibrosis. ادي اسباب رشيد الاي هي idiopathic pulmonary fibrosis. يبقى الاسباب بتاعت ال UIP هي دي, وقلنا ان في اسباب ممكن في diseases ممكن تدي الـ UIP او NSIP. وقلنا ان الـ UIP honey camping subpleural reticulation basal gradient ومعها traction bronchitis. اجتمع بقى الامريكان society of الامريكان والاوروبيان of respirologists والcardiothoracic وعملوا statement. الكلام ده في 2011
قالوا ان انت عشان نعمل لما نبعت العيان للهاي يعمل سي تي واحنا شاكين العيان عنده انترستيشال لانج ديزيز, عايزين نوصل لحاجه من ثلاثه, يا اما العيان ده عنده ديفينيت يو اي بي باتر ان يكون عنده هاني كامبينج ريتيكولار ابنورماليتي يكون سبلورال ويكون بيزل وعنده ابسنس اوف الفايندينجز اللي هي مش موجوده في اليو اي بي, يبقى ده ديفينيت يو اي بي باتر او بوسيبل يو اي بي باتر. ايه البوسيبل يو اي بي باتر؟ اللي هو عنده كل تشينج معاد الهاني كامبينج, العيان ما وصلش لمرحله الهاني كامبينج بنحطه possible UIP, يعني عنده reticulation subplural وتكون basal وعنده absence of other features, يبقى عيان ده possible UIP ممكن يروح لdefinite UIP. أو عيان inconsistent with UIP pattern, يعني العيان بيبعت لك للCT, العيان ده أنا شاكل عنده interstitial lung disease, هترد للclinician واحدة من الإجابات دي, يعني العيان ده عنده definite UIP, يعني عنده possible UIP, يعني عنده inconsistent features with UIP. وايه هما الانكونسيستنت؟ هما السبعه فايندكس اللي مش موجودين في اليو اي بي اللي احنا قلناهم في السلايد اللي فات. طيب برضو في نفس الميتنج اتفقوا ازاي يوصلوا للدياجنوز بتاع الديوباتيك بالموناري فايبروزس, لو انت لو الكلينيشن شاكك بيدور على اسباب الاي ال دي, لو لقاها يبقى مش الديوباتيك بالموناري فايبروزس, لو ما لقاش هيعمل سي تي, لو عنده ديفينيت يو اي بي يبقى تشخص خلاص ان هو ديباتيك بالمونري فايبروزس, لو بوسيبل يو اي بي او اي كونسيستنت وذ يو اي بي بنضطر ناخد بايوبسي بنشوف اذا كان البايوبسي دي طلعت يو اي بي او بروبابل يو اي بي, بنعمل ام دي تي ميتنج عشان نوصل للدياجنوز بتاع انفلاماتوري ديباتيك بالمونري فايبروزس. لو سيرجيكال بايوبسي ما طلعتش يبقى مش idiopathic pulmonary fibrosis. طيب طالما الهاني كامبينج ده مهم جدا لتشخيص اليو اي بي, عايزين نقف عنده ونشوف هو الراديولوجيكال فايندينجز بتاعته ايه. قلنا مالتي لاير سيستيك اير سبيسز وتكون كلاسترز مش ديفيوز, وتكون تيبيكالي مش اكبر من سنتي, الساعات بتكون اكبر, هنقول امتى, والسيست بيكون ليها كومباريبل دايمتر, يعني كلهم تقريبا في مقاس بعض. باثولوجي لو بصيت على اللنج دي تحت الميكروسكوب هتلاقي ان هي destroyed lung, عبارة عن numerous cystic spaces, مفيش فيها اي acinar architecture. انا هنا عندي ستة صور لcystic changes في اللنج 1 2 3 4 5 6. عايزين يا شباب تبصوا معانا على الصور دي تختاروا اني واحدة من الستة ماشية مع الهاني كومبينج بناء على الكلام اللي احنا سمعناه. هل رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3 ولا رقم 4 ولا 5 ولا 6؟ تمام, احنا قدامنا كده 5 ثواني, 3 ثواني, تمام. حلو قوي, حوالي 60% اختاروا الإجابة الصح هي رقم 3. ليه رقم 3 هو الهاني كامبينج؟ لأن الدياجنوز اوف هاني كامبينج ده very important. رقم 1 ده مش كلاستر, وده في السنتر اوف ذا اوف ذا بارينكيما, وده is compatible with سنترال لوبولار انفيزيما. رقم 2 برضو اسوشيتد مع مش كونتينيوس, مش مالتي لاير, شويه تشينج زي دي سنترال لوبولار مع سبلورال, دي في الباراسيبتال انفيزيما. رقم 3 هي الاجابه الصح والهاني كامبينج. ليه؟ لان السيست مالتي لاير كلاسترد هنا شويه وبعد كده مفيش, وكلها ثيك وول, كلها فايبرس تيشو, فهي تيبيكال مع الهاني كامبينج. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن traction bronchiectasis مدية شكل السيست, وده one layer of one layer مش multi layer, دي برضو traction bronchiectasis بس peripheral. ساعات الفيبروز بيدي traction bronchiectasis peripheral ممكن تلخبطك مع الهاني كامبينج, ودي عبارة عن cystic changes في اللنج. ليه مش هاني كامبينج؟ لان هي
مفيش عمر ما يكون الفايبروزز بيدي imperceptible wall like ده, لازم يكون ال wall فيه fibrosis زي ما انت شايف. فدي parenchymal cyst, فهنا هو ده الهاني كامبينج. كويس جدا. طيب الهاني كامبينج ده مهم جدا لان هو positive predictive value لل UIP, وانت مقدرش تشخص في الهاي ريزوليوشن سي تي بدون وجود الهاني كامبينج. ساعات الباثولوجي او البيوبسي بتورينا هاني كامبينج بس مش ما يكونش واضح في الاشعه. ده عيان روماتويد ارثرايتس, عيانين الكونكتيف تيشو ديزيز غالبا بيكون عندهم هاني كامبينج عنيف شويه, اسمه اكزيبرنت هاني كامبينج. السيست بتبقى اكبر من المتوقع, بيكون فيهم انتيرير لوكيشن شويه, انتيرير برضه بيزا بس انتيرير لوكيشن. ساعات في ادويه بتدي لانج فايبروزز زي ده عنده هاني كامبينج. تمام. ايه البوسيبل يو اي بي باترن زي ما قلنا, اللي هو سبلورال ريتيكيليشن مع ابسنس اوف اذر انكونسيستنت. زي هنا عيان عنده سبلورال ريتيكيليشن بايلاترالي اسيمتريكال ماشي مع بوسيبل يو اي بي, ده ممكن يبقى بروجريست لديفينيت يو اي بي وممكن يكون ستيبل لو خد تريتمنت. Another case of possible UIP pattern. Another case of possible UIP pattern. يبقى كده عرفنا definite UIP يعني honeycombing مع reticulation و absence of other negative findings. لو ما عنديش honeycombing وعندي reticulation و traction bronchitis هنسميه possible UIP. مثال بقى من الشغل اليومي, عيان جالنا بكونكتيف تيشو ديزيز من 3 شهور واكزيرشنال ديسنيا وعمل سي تي. بدأنا نشوف في السي تي سب بلورال ريتيكيليشن على الناحيتين وشويه سيست. هنا بدأ يظهر شويه انتيرير زي ما قلنا هاني كامب كلاسترز اوف هاني كامبينج على الناحيتين, مش ديفينيت لان هنا مثلا وان لاير. خلينا نشوف هنا مثلا the definite UIP, definite UIP, definite UIP, definite UIP ومع traction bronchiectasis subpleural backlastic presentation وكمان over 1 cm. فده زي ما قلنا في connective tissue disease اسمه exuberant honeycombing. طيب كده خلصنا اول disease اسمه UIP وده the most common وال most important. Any diseases on NSIP, non-specific interstitial pneumonia, this is the most common, accounting for about 20-30% of the cases. NSIP, the different category, they تميز بالground glass changes. وقلنا مثلا بحاجة زي scleroderma, هو أكتر بيجي مع connective tissue disease عن UIP. حاجة زي scleroderma غالبا بتيجي بNSIP. Rarely بتيجي بUIP. ازاي تدسكرايب الـ NSIP؟ الحاجة الوحيدة اللي شبه UIP فيها ان هي برضو ليها apical-basal gradient, لازم تكون severe at the base عن الـ apex. بس ايه هو الـ change؟ الـ change عبارة عن ground glass opacity. Ground glass opacity. مش fibrosis ومش reticulation ومش honeycomb. عشان كده بقول كل disease من دول ليه different presentation. ساعات بيبقى فيه sparing definitely عكس الـ UIP اللي هو لازم الـ change تبدأ من أول من تحت البلورة immediately. الـ NSIP classically بيكون فيه space ما بين البلورة وما بين الـ change حوالي كده خط 1 سنتي, ده يكون spared, ما فيش immediate subpleural changes. يبقى في ground glass changes sparing للsubpleural area وفي second bronchovascular bundle ال change بيكون central أكثر, reticulation و traction and bronchiectasis. غير كده ان ال change بتبقى homogeneous, مش زي ال UIP بيكون heterogeneous, لا symmetrical و homogeneous. ايه هي diseases اللي بتسبب ال NSIP؟ انا جبتهم ب يعني كلمة شارم غالية. انت عايز تسافر شرم تدفع فلوس كتير فشرم غاليه. ايه هي السي؟ از 3 سي,
connective tissue diseases, the scleroderma with systemic lupus, chemotherapy, and Castleman disease. H is HIV, أو viral pneumonia عامة ممكن تسبب NSIP. A هي autoimmune disease زي rheumatoid arthritis و antiphospholipid syndrome و Hashimoto thyroiditis. Rosé Dorfman disease ده برضو عشان بيجي سائل كتير في ال 2A في ال MCQ. Mild dysplastic syndrome في ال M. والG هي graft versus host diseases. شارم غالية. طيب امثله بقى عايز ساعات النيتروفورانتين ده انتيبيوتيك بيعمل تشينجز في اللنج. عايز اجيب لك مثال. طيب هنا جراوند جلاس تشينجز في اللور زونز ومعاها اير ترابينج. This is not that classic. هجيب مثال تاني اوضح. ال NSIP ليها نوعين fibrotic و cellular. الفايبروتيك بيكون شوية شبه الـ UIP اللي الاثنين بيكونوا في اللور زون. الاثنين بيكون معهم traction prone characteristics بس زي ما قلنا الـ NSIP في area of subpleural sparing إنما الـ UIP immediate subpleural location و honeycombing. هنا مفيش honeycombing فدي differential. ده symmetrical وده asymmetrical. ده homogenous وده inhomogenous. Ground glass opacities بتيجي مع الـ NSIP two patterns. لو معاها traction from characteristics بيكون fibrotic. لو معهاش بيكون cellular pattern. خلينا نجيب أمثلة عشان نوضح الكلام ده. الـ ground glass opacity in absence of from characteristics usually represent active inflammation. لو معها characteristics بيكون معها fibrosis. هنا changes شايف lung ده lower loop change. كل lower loop عبارة عن ground glass change. شايفين خط subpleural sparing هنا خط subpleural sparing و change كلها في center of the lung. ده cellular NSIP. العيان بيجي ب chronic cough chronic dyspnea وعنده ال change دي. لو عنده ال change دي with associated traction prone characters زي انت شايف يبقى احنا بنفكر في fibrotic NSIP. وغالبا العيان بيبتدي بسيلولر لو ما تعالجش بينتهي بفايبروتيك ما يجيش على طول فايبروتيك. ده عيان سكليروديرما شايفين عنده بازيلر ديفيوز جراوند جلاس تشينجز ما فيش معاه تراكشن بروكيتس واضح. فده مثلا مثال للـ NSIP. عيان ده بيستفيد جدا بالكورتيكوستيرويد تريتمنت. مثال تاني للـ NSIP ده UIP بس ما فيش فيه سوري ده عيان عنده ground glass change for definitely وعنده air trapping for definitely مش UIP in pattern inconsistent with UIP لان هو اقرب للـ NSIP. وده عيان تاني برضو ground glass changes مع traction bronchiectasis فغالبا ده NSIP ونقول inconsistent with UIP. يعني زي ما نبعد العيان عن الخطر. الـ UIP ده diagnosis very dangerous. دي حالة جات لنا 56 سنة patient عنده chronic history of cough و dyspnea ما عندوش أي occupational disease history عنده crackling in both lung bases no clapping والspirometry عنده restrictive pattern. عيان ده شاكين عنده interstitial lung disease. Please can you characterize it يا دكتور أشعة. خلينا نبص على CT بتاعه وده CT high resolution هتلاقي الكاتس بعاد عن بعض. الchanges هنا شايفين في subpleural sparing في reticular pattern و subpleural sparing في element of traction bronchiectasis. عرفت منين هنا التراكية او البرونكيول is
wider than the adjacent blood vessel. The element of traction bronchiectasis, element of ground glass changes, وكمان دخل شوية على opacities. الساعات نستخدم الميب image ان احنا نقدر نشخص هذه واضح جدا هنا الground glass changes والstop pleural sparing. ففي رأيك العيان ده هل هو NSIP ولا UIP؟ اعتقد ان هو اقرب لي ال changes is homogeneous يعني واخد كل الخط مش زي الهاني كامبينج اللي كان بيبقى كلاستر وكلاستر وكلاستر هنا هوموجينس وغالبا الناحيتين زي بعض سيمتريكال فعنده تشينج اقرب للان اس اي بي عنه عن اليو اي بي. الكرونال هنا او الساجيتال مهم جدا ان اقدر ابص ادي سب كلورال سبيرنج على اروع ما يكون هنا الجراوند جلاس تشينجز واخده البيز اكتر من الايبكس بس فده NSIP changes غالبا لسه في السيلولار باترن. العين ده لو خد كورتيكوستيرويد هيخف دراماتيكالي. الدياجنوزز للاسف العيان ده تشخص في اول برزنتيشن رونجلي بان هو UIP باترن فبالتالي ما خدش كورتيكوستيرويد وجي بعد اربع شهور باي وورسنينج اوف ذا ديسنيا عمل له سي تي تاني ساعتها شفناه بقى احنا. خليكم تشوفوا معايا بقى الديزيزز بقى بروجريس ازاي وصل للابيكس سوري الابر لانج زونز الناحيتين الجراوند جلاس تشينجز قلبت بقت كونسوليديشن بقت باتشي كونسوليديشن التراكشن برونكيتس زاد الناحيتين بقوا كونسوليديشن اكثر منه جراوند جلاس تشينجز حتى السب بلورال سبيرنج بقى بدا يبقى وورسند. ف لما بصينا للبريفيوس فيلم قلنا لا قلنا يا دكتور ده غالبا معلش توز مس دياجنوز وان البريفيوس ايمج ماشي اكتر مع الان اس اي بي مش يو اي بي فبدي بداوا يديله كورتيكوسترويد والعيان اتحسن. فده ان اس اي بي وذ سبيرنج اوف ذا سبلورال ريجن اند تراكشن برونكيتيس. حد خد باله من فايندينج ثانيه في الحاله دي؟ شباب حد انتوا معايا ولا نمتوا؟ حد خد باله من فايندينج ثانيه في الحاله دي؟ اي حد يقدر يشارك؟ دايليتد اوسوفيجس. يا سلام مين معايا؟ اسمح لي اهلا وسهلا دكتور شهاب. فعلا عندنا ديفيوزلي دايليتد اوسوفيجس بس هنا مثلا فيلد وذ فلويد اول ثرو فده خليك شك في ايه؟ أكاليزيا؟ أكاليزيا بس سكليرودرما أكيد آه. فإحنا قلنا إن هو فعلاً عيان بروجريست وعنده دايليت أسافيجس فـ he can be يعني a case of scleroderma presented by NSIP which is worsened due to either إن الدايليتد أسافيجس ده بيعمل recurrent aspiration أو إن الديزيز بقى worsen أكتر عشان البرينكمال change بقى ما تعالجش كويس من أول فبقى دخل الفايبروزز عين بدأ ياخد إنس كورتيكوستيرويد وأعتقد إن هو اتحسن. فآه هو بكل العالم بيحصل أخطاء بس أنت لو أنت عندك basis أو عندك قواعد ماشي عليها إن في حاجة اسمها UIP وليها characteristics اللي هي subpleural reticulation وhoney camping وده ديزيز مختلف عن NSIP اللي هو فيه subpleural sparing وprotection from cactuses وpredominantly عبارة عن ground glass changes فبالتالي تقدر to direct the clinician towards the different aspect different types of diseases لأن هو التريتمنت بتاعهم بيختلف وده مثال حي للكلام اللي احنا قلناه. فسكليروديرما لأن عندنا دايليت اوسوفيجس والعيان رجع خد كورتيكوستيرويد. يبقى كده خلصنا two types أو أكبر اثنين احنا ممكن خدنا وقت شوية اللي هما ال UIP وال NSIP. أنا ما أعرفش نقدر نكمل ولا احنا كده عدينا 50 دقيقة.
انتوا ايه رايكم؟ نكمل المره الجايه ولا ناخد الباقي؟ يعني ممكن حضرتك مثلا لو هنقسم المحاضره على جزئين يبقى افضل، عشان يعني الـ لو الشباب مثلا محتاجين ان هم يراجعوا حاجه، ولا راي حضرتك؟ انا يعني الجزء الفاضل مش كبير، احنا ممكن ناخد بس انا حسب الناس اللي هم، انا مش عارف اقرا بس والله، لو التعليقات نشوف مرة احنا اوكي نكمل. يا ريت نكمل. طيب احنا شايف بقى نكمل. طب احنا يعني هو احنا معظم الناس عايزين نكمل، احنا مش هنطول، احنا مش هنطول. طب بالعربي بالانجليزي كمان فخلاص نكمل. الكلام في الاول كان واخد وقت طويل عشان احنا كنا بنبني بس بنتكلم على الميسكونسبشن والكلام ده، بس دلوقتي هناخد، احنا خلصنا اكبر اثنين اللي هو اليو اي تي والان اس اي بي. دلوقتي الاو بي اورجنايزنج نيمونيا. اورجنايزنج نيمونيا اسمها كده، هي عباره عن باتش كونسوليديشن. الباتش كونسوليديشن دي ليها organized better، يعني ليها الكونسوليديشن العادي بتاع الانفكشن ما تقدرش تتساب له حدود، وغالبا ما بيجيش بخط مستقيم، يعني ما بيجيش بشكل مثلث ولا بيجيش بشكل مربع ولا بيجيش يعني حدوده بيكون حدود كده عايمه. غير organizing pneumonia. organizing pneumonia ليها زي ما يكون حد رسمها كده. زمان كان اسمها bronchiolitis obliterans، ما حدش بيكتب الكلام ده، والبوب. دلوقتي اسمها organizing pneumonia، يعني الترم بتاع ال POP is omitted من الطب، ملاش علاقة بالcigarette smoking. ومن دي اكتر حاجة sensitive للcorticosteroid treatment، يعني لو جالك عيان وشخصته صح organizing pneumonia هتشوف نتيجة هايلة للcorticosteroid، احسن كمان من NSAID. طيب ايه مشكلته؟ المشكلته ان هو بيجي ground glass change او consolidation، غالبا بتكون subpleural allocation، ساعات بتسبير الكوستوفرينيك انجل، بس زي ما انت شايف الرسمه كده هي عباره عن organized pneumonia ليها حدود مرسومه. مشكلتها ان هي typically can be similar to bronchopneumonia، بس انت مع الخبره ومع البرزنتيشن بتاع العيان كلينيكالي لازم تكون، مفيش حد دكتور اشعه بيشتغل من غير كلينيكال باك جراوند. عيان ده بيجي ببرزنتيشن ما يكونش معاها فيفر، ما يكونش معاها ليكوسايتوزس، بيكون معاها اكزيشنال ديسنيا اكتر، بيكون معاها طبعا بتكلم ده بره الايرا بتاعت الكوفيد اللي احنا عايشين فيه، بيكون معاها يعني اذر كلينيكال مانيفيستيشن بتخلينا نميل اكتر طبعا ان احنا نكتبش ان ده نيمونيا اللي هو انفكشوس نيمونيا، نكتبه اورجانايزنج نيمونيا. ايه الكوزز اللي بتعمل او بي؟ كولاجين فاسكولار ديزيز زي ما قلنا ممكن يبريزنت باي شكل. انفلاماتوري باول ديزيز، انهاليشنال انجري، عيان خارج من حريقه فتعرض لسموك ممكن يبريزنت بانهاليشنال organizing pneumonia. idiopathic زي لو مالوش سبب واضح بيسميه cryptogenic organizing pneumonia اللي هو COP. radiation therapy infection viral pneumonia can present organizing pneumonia و drug toxicity. انا يعني ممكن اسميها theory do drug او organ transplantation ساعات بعد ال بون مارو ترانسبلانتيشن غالبا او بعد الرينا ترانسبلانتيشن ممكن يحصل زي autoimmune changes تدي organizing pneumonia. العيان ده بيجي ساعات لو انت ما تشخصتوش كويس، لو شخصته ان هو infection بتدخل العيان في dilemma ان هو بياخد antibiotics وبيبقى هو عنده high risk ان هو immunosuppressed، في حين ان هو لو اخد corticosteroids ممكن يخف. فلازم نخلي في بالنا في كل حالات الـ organ transplantation لو في changes في اللنج، لو عين جاله ديسنيا وعمل سي تي طلع عنده المنظر بتاع الحواري هولكو ده، خلي في بالك قصة الـ organizing pneumonia. organizing pneumonia عبارة زي ما قلت لك اهو patchy bilateral areas of، يا اما تبقى ground glass يا اما تبقى consolidation، بس هي ليها characteristics ان هي peripheral وليها مفيش consolidation من اللنج. طبعا ده مش حاجه ديفينيت،
بس هقول لك يعني من الحاجات اللي نقدر نشخص بيها. الحاجه الوحيده الديفينيت تو فيري سبيسيفيك للاورجانيزنج نيمونيا، ودي للاسف موجوده في 20% او 20-30% بس من الحالات، اللي هي الاتول ساين، اللي هي ريفيرسد هالو ساين، ان يكون في سنترال جراوند جلاس وبريفيرال كونسوليديشن، ودي سنسيتيف اونلي في 20-30% من الحالات. ولكن للاسف برضو ان الاتول ساين او ريفيرسد هالو ساين can be presented for many infectious and non-infectious causes. يعني هي مش مجرد ان لقيتها يبقى اكيد organizing pneumonia، لا لازم يكون clinically patient ماشي كده ومعاها الاتول ساين فتقدر تكتب organizing pneumonia وانت عندك ثقة. دي حالة مثلا جات لنا عيان young وجاي بكف ودثنية، عملنا chest x-ray طلع عنده haziness هنا و some sort of زي ال-defined هنا space disease، فتشخص ان هو infectious pneumonia. خد treatment لمدة 4 أسابيع ورجع تاني antibiotics، يعمل chest x-ray طلع عنده persistent changes لسه وبقت more worsened، وظهر كمان على الناحية التانية changes كانتش موجودة في الفحص اللي فات. فده what is called fleeting pneumonia، ودي من ضمن برضو الكونسبت بتاعت الاورجانيزنج نيمونيا. العيان طلب له سي تي فور مور كلاريفيكيشن، وادي السي تي بتاعه تشينجز جراوند جلاس على الناحيتين ومعاها تشينجز اوف، خلي بالكم كلها بريفرال او معظمها بريفرال، وفيها هنا جراوند جلاس تشينج والسنتر وهنا consolidation، ممكن نعتبر دي atal sign. ادي كمان لو نزلنا تحت consolidation مع ground glass changes، هنا ادي atal sign ground glass peripheral consolidation نفس القصة. فدي قلنا طالما هو العيان is non generally not compatible with infectious disease not responding to antibiotic treatment، ففكرنا اكتر ان يكون ده organizing pneumonia. العيان ده was diagnosed وبدأ steroids، وبعد ما خلص الستيرويد جالنا treatment follow-up CT chest showing complete resolution of the change that was seen before in both hands, meaning that the patient is recovered completely. فده organizing pneumonia. بعد كده نتكلم عن smoking related interstitial lung diseases. نقف عند هنا ولا كفاية كده؟ احنا بقينا ساعة، فضل لنا ثلاثة بسرعة جدا ممكن ناخدهم. smoking related interstitial lung diseases RBILD DIP Langerhans cystocytosis combined pulmonary fibrosis and emphysema. ده يعني يكون عنده long history of smoking، 20 سنة 25 سنة بيدخن وبجاي بـ progressive dyspnea progressive cough. صراحة الـ RBILD is non-specific cardiological findings، بيكون عنده central lobular nodules و ground glass changes، بس ground glass changes مختلفة عن الـ NSIP إن هي upper lobe predominant. عنده ground glass في الـ upper lobe والـ lower lobe spared، وعنده بالإضافة اللي دي عنده nodules في اللنج كتيرة جدا وكلها سنتري لوبيلر نوديولز. هنا changes ground glass في الأبر لوب وفي scattered سنتري لوبيلر نوديولز، changes في الأبر لوب أكتر و scattered سنتري لوبيلر نوديولز. الصورة ما بتبقاش that clear و that specific زي اللي فات زي الـ NSIP والـ UIP، وغالبا بتشخص بالباثولوجي بالopen biopsy، بس الـ radiological findings بتخليها more suspecting الـ disease. ده الـ RBILD. الـ RBILD دي مرحلة من الـ disease عين بقى more progressive بيخش في الدي اي بي. يعني الناس كلها دلوقتي مقتنعه ان السموكينج بيعمل في الاول ار بي اي دي
وبعدين كده بيبقى مور وورسن بيبقى دي اي بي. الفرق ما بين الار بي اي ال دي هو كان جراوند جلاس تشينجز ومعاه نوديولز. الجراوند جلاس تشينج بتبدا تبقى اكتر ويكون معاها سيست بتكون انترا برينكمال سيست, فده هو المنطق بتاع الدي اي بي. الدي اي بي البروز بتاع اسوأ من الار بي اي ال دي. الجراوند جلاس تشينج زي ما احنا شايفين بقت مور بروجريسيف وبدا يظهر في الوسط الجراوند جلاس تشينج سيست تشينجز, فده دياجنوستيكلي ال دي اي بي. كده خلصنا التو ديزيزز. العيان بتاع الدي اي بي بيستفيد جدا من الكورتيكوستيرويد او السموك ريليتد انترستيشال لانج ديزيزز, وطبعا الكورتيكوستيرويد ليها دروباكس بتاعها ان هي بتعمل اذر كومبليكيشنز زي ما احنا شايفين هنا الاي في ان في الفيمورال هيد. فده عيان عنده جراوند جلاس تشينج ديفيوز في الابر واللور وبدا يتكون سيستك تشينجز. ده عيان سموك ريليتد انترستيشال لانج ديزيزز غالبا ده دي اي بي. الديزيز الثانيه السموك ريليتد بالمونري لانج هيستوسايتوسيس, وده من عيان من الديزيز الفيري رير بس للاسف هو بيجي كتير في الاسئله في الام سي كيو. العيان ده بيتميز ان هو عنده سيست, السيست دي بتبدا تبقى صغيره وبعد كده تكبر وتبقى بيزار شيب. العيان ده غالبا بيكون يونج عن العيان الدي اي بي 20 ممكن من 20 ل 40 سنه. وده الفرق ما بين الدي اي بي. السيست دي ان بتوين اللانج بتكون نورمال وساعات يكون معاها نوديولز, ممكن التو سيست يفتحوا مع بعض فيدوا الشكل بيزار شيب. انما هنا السيست بتكون فيري تايني سمول ويبقى اللانج ما بينهم فيها ديزيز اللي هو جراوند جلاس تشينجز. فاللي فوق ده سموكينج ريليتد دي اي بي وده لانج هانسل هيستوسايتوزز. انا همشي اسرع شويه. اخر حاجه كومبايند فايبروزز والانفيزيما. ساعات يكون عيان مش بس عنده بالمونري انفيزيما سواء باراسيبتال او سنتري لوبيلر, ساعات بيكون معاه سب بلورال ريتيكولار تشينجز وكراكشن برون كاكتسس, فيبقى اسمه كومبايند بالمونري فايبروز اند انفيزيما. ده حطوه كاتيجوري اوف ذا انترستيشال ديزيز. اخر حاجه حطيت الفايبروتيك اتش بي كديفرنشال للسيست تشينجز لان هو العيان بيكون تقريبا سيميلر تشينج الهاني كومبينج اللي كنا بدأنا فيه في اليو اي بي بس بيكون upper lobe. فده بيكون شخص hypersensitivity pneumonitis fibrotic type. فالhypersensitivity pneumonitis ده من disease اللي بتأثر في upper lung على عكس اليو اي بي. حطيته هنا كdifferential للcystic changes. فcystic lung disease اللي خدناها النهاردة هنا هاني كومبينج في UIP, هنا fibrotic NSIP ودي NSIP cellular type, Adel sign diagnostic of organizing pneumonia, DIP discriminative interstitial pneumonia, وده ال HP اللي هو chronic hypersensitivity pneumonitis عشان affecting the upper loop. ده سريعا lymphoid interstitial pneumonia. ده عيان بتشخص غالبا باللاب لان 80% من الحالات بيجي باكزيشنال هيرنيا ادلت. لو جاي في تشايلد يبقى ثينك اباوت اتش اي في. كل ده عشان ال 2A. اللاب بتاعه بيكون اسوشيت معاه بوليكلونال اور اي جي ام مونوكلونال جاموباثي او هايبو جاما جلوبولينيميا. كل ده اسئله في الام سي كيوز واسوشيتد ب ماني اوف انترستيشال سوري كولاجين ديزيزز زي جوجرين سيندروم او الايد. الفايندنج بتاعته از نون سبيسيفيك, عباره عن نوديولز سمول وسكاترد جراوند جلاس تشينجز ثين وولز. ذا ديزيز فيري ريد وخلينا بالشخص بس بالبايوبسي سينس الوول سيست بيكون معاها هيموثوركس ودي سينال ليمفادينوباثي. ما جبتش صور, ما لقيتش حتى صور لي يعني مقنعه في النت. انا ما عنديش اي حالات ليه صراحه. Acute interstitial pneumonia دي آخر نوع من interstitial pneumonia وده the only acute interstitial lung diseases. ده عيان غالبا ال progress بتاعه بيكون عنيف جدا سواء كان infection أو أي sort أي severe autoimmune disease. اللung بيحصل فيها destruction عنيف جدا في وقت قليل في الأيام.
فعباره فبيبقى بريزنتد بايلاترال اكستنسيف كونسوليديشن والعيان غالبا بيديتريريت ل ار دي اس اكيوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم. الحاجه الوحيده اللي عايز ازودها هنا في بتسيل كتير الفلوناميد ده ديز انتي روماتويد دراج may induce acute interstitial pneumonia. ده السؤال المتكرر في الMCQ. الفايندز بتاعته بتكون diffuse bilateral ground glass changes and basal أو dependent consolidation, وده مش constant في كل الحالات. غالبا عيان ده ما بيلحقش يعمل CT, كل الموجود بيكون X-rays. العيان في بداية التريت بداية الديزيز بيكون influenza like symptom, fever وملايز وكده, بعد كده progress with diffuse bilateral alveolar damage, ويخش في rapid respiratory failure في العيان, غالبا ما يقدرش يعيش بعدها فترة طويلة. فده آخر disease. فقلنا بعد كده خلصنا كده interstitial lung diseases, ستة pattern: UIP, NSIP, organizing pneumonia, smoke relating acute interstitial pneumonia lymphoid interstitial pneumonia. سريعا هاختم بثلاث أسئلة. عيان ده جالنا بشيست بين ودثنيا, ولقينا ده one cut. ايه الساين اللي هنا specific للعيان ده؟ أنا خمس ثواني وهقفل البول. تمام, معظمكم جاوب الإجابة الصح. هو دي هنا ground glass change وفي peripheral rim of consolidation compatible with وزي ما أنا أتل تاين دي non-specific إلا لو عيان شاكين clinically عنده organic pneumonia, فبالتالي يكون very sensitive. الأتو ساين بيكون في organizing pneumonia, موجودة في non-necrotizing pneumonia وinfectious pneumonia والpulmonary infarction. والعيان ده طلع عنده هنا obstructing pulmonary embolism وهي اللي عاملة الأتو ساين. فأي ما شفت أتو ساين بفكر في الinfarction. سؤال رقم اثنين: patient with UTI started treatment with nitrophenantoin, ده antibiotic غالبا للcystitis اللي هي مش مستجيبة للعلاج, بعد كده presented with dyspnea. فجاي بالمنظر ده bilateral لما عمل CT which of, بعد كده خد corticosteroid وما عادش في أي changes. What is the most suitable ILD pattern للعيان ده؟ هذه change اللي كانت فيه استجاب لي الكورتيكوستيرويد. bilateral consolidation هو طبعا كلاسيكالي يكون ground glass changes, بس ساعات طالما في specific sign of subpleural sparing و bilateral almost symmetrical drug induced NSIP one of the main side effect of the known side effect of nitrophenantoin, ساعتها لازم البيشنت يوقف الانتيبيوتيك وياخد كورتيكوستيرويد. برافو عليك, هايل جدا. NSIP دي كانت الاجابه. اخر سؤال: patient with coronary cuff وعنده التشينجز دي, تفتكروا what the could you report this finding, هتقول the definite UIP ولا possible UIP ولا inconsistent with UIP ولا organizing pneumonia؟ ادي التشينجز اللي هي عبارة عن subpleural reticulation وشوية traction bronchiectasis, بس هنا وفي one line of cystic changes subpleural not يعني consistent with your possible UIP. It's a possible UIP لأنه هو one line وهي غالبا will end with definite UIP, بس لو العيان بدا ياخد علاج ممكن ما دونت ورس, فده هنتكلم على possible UIP pattern. انا متشكر لكم جدا واسف اني طولت عليكم, واتمنى يكون المحاضره كانت مفيده. محاضره ممتعه ومفيده جدا دكتور مصطفى بصراحه, يعني فيها
معلومات يعني كم معلومات مفصل واكزامبلز رائعه بصراحه. الله يبارك لك. انا يعني نفسي ان احنا نبقى اورينتد شويه بالاي ال دي ونبقى الريبورت بتاعتنا زي يعني زي العالم كله حوالينا، ان احنا نتكلم في واي نوت، ان احنا نفهم الكونسبت بتاع الاي ال دي ونبقى اب تو ديت. وانا يعني مستعد لاي اسئله تحت امركم في اي وقت طبعا. مش يعني ممكن تبعتوا لي على الجروب او على الاكونت بتاعي عشان ما ناخدش من وقت الناس.